ماشية على نظام غذائي، لكن علشان خاطركم راح أتذوق أكثر من طبق، علشان أثبت لكم أن مطعم ميلس ما أبدأ فقط في فكرة المطعم المبتكرة، لكن بعد أبدأ في تحضير الوصفات الإماراتية الشهية. والحين أبي كل من يتابعنا يقول بالعافية علي، وأنا بقول بسم الله. أول وجبة راح أجربها اللي هي مبهر الدياي، وبالعافية. مالها 200. خلينا نشوف الثريد. طبعا مثل ما تعرفون النخي، او مثل ما يقولون هالشارجة دنقو.